مشاهدينا نرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، ومن حول العالم اخترنا لكم كل ما هو خفيف وطريف وغريب. وفي جولتنا هذا الأسبوع سنتعرف على قصة فن روث الأبقار في رواندا، وانطلاق النسخة 83 لمعرض الأسبوع الأخضر في العاصمة الألمانية برلين، ومهرجان الأضواء المبهرة يزين عاصمة الضباب، وسنتوجه أيضاً إلى الصين لحضور مهرجان هاربن الدولي للجليد والثلج. كل هذا والمزيد في رحلتنا حول العالم هذا الأسبوع، استعدوا للانطلاق. ساعد إحياء الفن التقليدي لروث الأبقار في رواندا والمعروف باسم إيمي كونغو الأرامل بعد الإبادة الجماعية على إعادة بناء حياتهن عن طريق تنفيذ أعمال فنية رائعة من روث البقر، ولإعادة إحياء والحفاظ على هذا الفن الذي بدأه الأمير كاكيرا تم إنشاء جمعية تعاونية نسوية تحمل اسم كاكيرا إيمي كونغو. وعادة ما تعمل الفنانات بشكل جماعي على قطعة فنية واحدة، فتصمم فنانة نمط على مربع من الخشب، ومن ثم تقوم بتتبع النمط بأصابعها المليئة بروث البقر، وبمجرد جفاف اللوحة تقوم فنانة أخرى بتلوين ذلك النمط باستخدام الدهانات المصنوعة من الطين الأحمر والرماد الأسود أو الكاولن الأبيض ومواد طبيعية أخرى، ثم يتم صنفرة الأعمال وتلوينها عدة مرات أخرى قبل عرضها. ومن رواندا إلى ألمانيا، فقد شهدت برلين انطلاق النسخة 83 لمعرض الأسبوع الأخضر بمشاركة قياسية من 66 دولة، وتقدم الدول المشاركة بالمعرض أهم محاصيلها الزراعية ومنتجاتها من الأغذية العضوية وكل ما يتعلق بعالم الفلاحة من زهور وأشجار وحتى تربية الحيوانات. برلين تحتضن هذا المعرض منذ عام 1926، والذي يعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة بالزراعة والأغذية، فيمكن لزوار المعرض تجربة البرجر المصنوعة من الحشرات بالإضافة إلى الأطعمة التقليدية. Thank you.
وما زلنا مع غرائب ألمانيا، فهل تعلم عزيزي المشاهد بأن في حفلات الزفاف الألمانية يتم ممارسة أحد الطقوس الغريبة الذي يطلق عليه بولترابند أو عشية الضرب، إذ يحضر المدعوون مجموعة من الأطباق الزجاجية أو الخزفية كهدية للعروسين ليقوما بتحطيمها بمشاركة المدعوين في محاولة لطرد الأرواح الشريرة من صوت تحطم الأطباق بحسب معتقداتهم، بالإضافة إلى جلب الحظ السعيد للعروسين. وبعد الانتهاء من حفل تكسير الخزف، يبدأ العروسان سوياً بتنظيف ما تم إتلافه نتيجة تكسير الأطباق كنوع من أنواع التدريب على مشاركتهما للحياة المستقبلية سوياً. إذا كنت متواجداً الآن في العاصمة البريطانية لندن، فبإمكانك حضور مهرجان الأضواء لومير، فقد تحولت عاصمة الضباب إلى مدينة الأضواء والأنوار مع انطلاق مهرجان لومير الذي يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة، وسط إقبال كثيف من البريطانيين على المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه. يشارك في المهرجان العديد من فناني الضوء الدوليين، كما يقدم للسكان والزوار فرصة مجانية للاستمتاع بأضوائه المتوهجة، بالإضافة إلى الأشكال المتنوعة للأعمال الفنية من صنع فنانين بريطانيين وأجانب، تراوحت ما بين الإضاءة الثلاثية الأبعاد واللوحات المضيئة التفاعلية التي انعكست على معالم بارزة في المدينة. هاربن، المدينة الصينية التي يلقبونها أحياناً بباريس الشرق وفي الشتاء يطلقون عليها موسكو الشرق، تتحول ابتداءً من 24 من ديسمبر من كل عام إلى معرض مؤقت لمنحوتات وأعمال فنية متنوعة، كلها مصنوعة من الجليد القاسي المنتشر في جميع أنحاء هاربن. ويقال إن أصول المهرجان ترجع إلى مئات السنين، حتى كان الصيادون المحليون في المدينة يصنعون منحوتات من الثلج ويجوفونها ويضعون الشموع عليها لتضيء في الليل، ثم مع الوقت تحولت من مجرد وسيلة إنارة إلى عمل جمالي فيه يتنافس الناس فيه بابتكار المنحوتات المختلفة. جولتنا حول العالم مستمرة وتتابعون فيها أيضاً. يا ترى ما هي مسابقة السيلفي الغريبة التي تقام في روسيا؟ و
دوت سأعرفكم على الحافلات ذاتية القيادة التي تم إطلاقها مؤخراً في السويد. التقاط الصور الشخصية السيلفي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية الروتينية، وتطور الأمر إلى أن البعض يقيم مسابقات للسيلفي بأكثر من طريقة، ولكن الطريقة الغريبة هي التي اتبعتها روسيا في مسابقة السيلفي التي أقامتها حديثاً لحصر عدد طيور البط، فما عليك سوى التوجه إلى أماكن تجمع البط والتقاط صورة سيلفي وإرسالها إلى باحثي الحياة البرية في روسيا. وتعد المسابقة جزءاً من خطة لحساب عدد طيور البط في المنطقة وتتبع تحركات الطيور المائية خلال فصل الشتاء. إذا واجهت صعوبة ما في يوم من الأيام في استخدام سيارتك الخاصة للذهاب إلى مشوار معين، فستتوجه للبحث عن وسيلة نقل بديلة، ربما تكون حافلة النقل العام بوجود سائق محترف طبعاً، ولكن مستقبلاً سيكون بإمكانك استخدام حافلات النقل العام دون سائق. ففي السويد تستعد حافلتان صغيرتان بدون سائق للقيام برحلات منتظمة في العاصمة السويدية ستوكهولم اعتباراً من هذا الشهر، ومن المقرر أن تجري الحافلات الصغيرة رحلاتها مجاناً في الوقت الحالي، مدعومة بكاميرات خاصة وأجهزة استشعار متطورة. الحافلة تتسع ل 12 شخص وتبلغ سرعتها 20 كيلومتر في الساعة. وما زلنا في عالم المحركات، ففي بريطانيا حول المهندس المتقاعد والميكانيكي فرانك روثيل محرك سيارة اللاند روفر التي يملكها من الوقود إلى البخار. فرانك يقول بأن السيارة أصبحت أبطأ بعد أن قام بإزالة المحرك القديم الذي يعمل بالوقود إلى محرك يعمل بالطاقة، إذ يحتاج إلى ساعتين في الصباح الباكر كي يستطيع تشغيل محرك السيارة للذهاب إلى عمله، ويمكن أن تصل سرعات السيارة إلى 15 ميلاً في الساعة. وإلى الآن لم يعرف السبب الذي جعل فرانك يقوم بتغيير محرك سيارته من الوقود إلى الطاقة.
الفتاة البحرينية دائما ما تثبت للكثيرين بأنها قادرة على الخوض في مجال العمل مهما كان، وقادرة أيضا على إبهار الجميع بنجاحاتها بإصرارها وعزيمتها واستمرارها. وخلونا نحط تحت كلمة الاستمرار أكثر من خط، لأن الكثيرين للأسف ما يستمرون. ولكن ضيفتي في فقرة فيتشر هذا الأسبوع قررت الاتجاه للطريق الصعب، وبإصرارها وعزيمتها واجتهادها بدأت الصعود بالتدريج إلى سلم النجاح. خلونا نتعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي من إعداد الزميل خالد العون. وسط دخان السيارات وزيوتها السوداء وفي قلب المناطق الصناعية المزدحمة، نجدها تقف بين ورش السيارات لتساعد عمالها يدا بيد لتتعرف على مشكلة السيارة وتسعى لتصليحها. حنين شابة بحرينية لم يكن من السهل دخولها في مجال لطالما كان حكرا على الرجال لسنوات مضت لصعوبة التعامل معها، ورغم دراستها لإدارة الأعمال في جامعة البحرين، إلا أن هذا لم يمنعها من أن تطور هواياتها من خلال الكراج الذي يعمل فيه والدها، فهي ميكانيكية وصاحبة ورشة في منطقة عالي. في البداية كان شغلها في الأعمال الإدارية، وأنا طبيعة شغلي أن أطلع برا أسافر وخليها بروحها في الكراج. فيوم رجعت شفت لا دشت في الكراج عدل، يعني في كل شيء، راحت حق قطع غيار وتسأل عن كل قطعة، تتصل فيني تقول بابا هاي وين أحصله، تقول بابا روحي فلان مكان تحصلين القطعة. فشفت لا شجعت زيادة. لم يكن مشوارها سهلا وسط المنافسة الشديدة حولها، فبين تلك القطع الحديدية المتناثرة تسعى حنين لكسر الروتين المعتاد في مجال ورش تصليح السيارات. فهي تتابع بانتظام عملية سير الورشة بكل أعمالها، ولتكون على معرفة تامة بكل المصطلحات التي تستخدم في الورش وغيرها. هي لا، هي تفتر على كل، تساعد الكاستمر وتشوف باش الكاستمر غاش العمال مالها، يعني هي بروحها تحب تخدم جراج حق أهلها وحق نفسها بعد، نوع مثل ما يقول حق الجريش اللي بيون يعرفون شنو التطورات قاعد تصير في البلد. دي الأشياء يعني أنا أفتخر فيها. يعني هذه حق المتسوبيشي أوتلاندر، إنزين تجيبين القطع كامل راديتر ويا ذي من الوكالة تستعملها، إنزين. وهذه مال شو اسمه الرينج الكاب ويا الانتيك هوس ماله. واليوم تقف حنين بكل زهو لتثبت للجميع أنه ما من عائق يقف أمام طموح المرء، وأن المرأة البحرينية قادرة على العمل في كل المجالات والقطاعات. خالد العون لبرنامج حول العالم، تلفزيون البحرين. مشاهدينا معي في الاستوديو حنين عبد الرؤوف، يا أهلا ومرحبا فيك حنين. أهلا. طبعا مشاهدينا في البداية اللي تشوف حنين ما يقول هذه يعني أو مستحيل إن هذه البنوتة تشتغل في ورشة تصليح سيارات. حنين شلون اكتشفتي حبك لهذا المجال؟ أنا ما كنت أحب هاي المجال، كان الشيء إنه أروح أشتغل وأساعد أبوي، هم إنه ما أقعد كذي لأن كان في عدلة الربيع، فقررت إنه أروح أشتغل. شفت أول شيء في البداية إنه الشيء وايد غريب علي، وكل شيء أشوفه كان غريب وما كنت أعرف ولا شيء. فمع الأيام شفت إن أنا حبيت هاي الشيء، مثل إن صادني فضول إن شنو ذي أبي أتعلم كل شيء، أبي أدش في الديب. فكذي كان إن اكتشفت إن حبيت الشيء كذي شوي شوي يعني. حلو. طيب أنت لحد الحين طالبة في الجامعة صح؟ ما خلصتي الجامعة؟ لا. إنزين مستقبلاً هل تفكرين إن أنت تبحثين عن وظيفة أخرى ولا خلاص يعني استقريتي في هاي الوظيفة؟ هو أكيد بستخدم تخصصي الثاني بعد الأكاونت، بس أنا حب هاي الشيء وأتمنى إني أواصل فيه وأتطور فيه أكثر مع الأيام إن شاء الله. زين شلون قدرتي تقنعين اهلك بالعمل في هاي المجال الذكوري؟ طبعا يعني احنا البنات لما يعني مشوار اساسا ان احنا نودي سيارتنا للجراج هاي مشوار ثقيل بالنسبه لنا، بس انت شلون قدرتي تقنعين اهلك بالعمل في هاي المجال؟ اول شيء ابوي ما كان معارض كلش، هو بالعكس دائما يقول لي سوي
روحي، ما عليك من أحد، ما في شيء غلط بس بحدود. أمي كانت معارضة حق هاي الشيء كلش، يعني ما كانت متقبلته. وما زالت ولا غيرت؟ لا غيرت رأيها. ف شوي شوي تقبلوا، يعني حتى ربعي اهلي اول شيء كانوا يقولوا اوه في جراج، شلون شو تسوين وانت صغيره، شو تسوين في الجراج اصلا؟ فمع الايام تقبلوا يعني. حلو. طيب شلون شفتي رده فعل الزباين؟ يعني اول كاستمر ما جيت شلون قدرتي تكسبين ثقتهم؟ اول ما الكاستمر يجي طبعا اروح اساله ولا اقول له شيء، علامة استفهام على وجهه. طبعا لازم. فيقول ايش فيها هذه، من صدقها مو تعرف ما تعرف؟ هو اصلا يتردد يتحكى او انه ما يعرف ايش يقول، ساعات يسوي روحهم ما يسمعوني اصلا. فهاي ردت فعلهم، يعني ساعات يتصلون فيني، يعني يتصلون في الجراج، فلما ارد يصكون في وجهي. مرة ثانية يتصلون يقولون لي هني جراج، فعبالهم صالون مثلا لان بنية رادة يعني، فيشكون انهم متصلين في من. طيب حنين، يعني احنا نلاحظ ان البنات دائما يقولون احنا مستحيل ان البنت او كمجتمع يعني فكرنا مستحيل ان البنت تتجه لهذا الاتجاه او تشتغل في هذا المجال، انت شلون قدرتي تكسرين او تلغين كلمه مستحيل من قاموسك؟ هو صدق انه شيء مستحيل، بس في هاي الزمن ما في شيء مستحيل، يعني صدق انه مكان ريايل و دور ما دوري كله ريايل، اكثر الزباين ريايل، ايون بنات بس اكثر شيء ريايل، ف يشوفون ان هاي الشيء انه غلط بالنسبه حق بنيه. صح. يعني ان شلون تكون في بيئه كلها ريايل. بس اول شيء واخر شيء البنيه لها حدودها. صح. اي مكان تكون، يعني الريال مو بس موجود في الجراج، الريال موجود برا، موجود في كل الاماكن، كل الدوائر اللي تروحينها. صح. في ريايل، فأهم شيء البنية هي تعرف حدودها، ما في شيء مستحيل. طيب بحكم دراستك لإدارة الأعمال، شنو اللي قدرتي تطورينه في الورشة؟ هو أول شيء سوينا سيستم حق الجراج في الكمبيوتر، يعني مو أوراق ومو هاي، فكل شيء مدون في الكمبيوتر، ما في ولا شيء في الأوراق. حلو. فلما الكاستمر إيه يعرف هو شو مسوي قبل، معلوماته موجودة، كل شيء موجود عنه. على اساس لما هي مره ثانيه تعرفين في السيستم شنو الاشياء اللي شنو الاشياء قبل. وبعد شرينا كمبيوتر وهاي الاشياء، يعني عندنا معدات جديده، وانا طبعا في المحاسبه وايد ادقق في الحسابات، وايد اقول حق الوالد ترى هاي غلط هاي غلط، فود احب اني اشتغل في الاكاونتنج يعني. جميل. طيب حنين، يعني شلون قدرتي توافقين بين الدراسه لما يكون عندك امتحان؟ شو تسوين لما يكون عندي امتحان؟ اذا امتحان وايد صعب يعني، فاستاذن من الوالد واقول له ترى ما اقدر اليوم يعني اي، وهو ساعات يخليني، ساعات يقول لي لا ما يصير وكذي، ساعات هو الصج يكون مشغول فما اقدر اهده، فلازم اكون في الجراج. فتاخذين كتبك وتدرسين هنا؟ اخذ كتبي وادرس هنا. واذا جاك كاستمر؟ اهد الكتب واجاوب له وارجع مره ثانيه. طبعا حنين انا سعيده جدا بتواجدك معي اليوم وفخوره فيك، واتمنى طبعا انت قدوه لي يعني مجموعة من الشباب أو الشباب بشكل عام. يعطيك العافية وأتمنى لك التوفيق. مشكورة حبيبتي، الله يعافيك. شكرا حنين. السلام. مشاهدينا في فقرة سوشيال ميديا هذا الأسبوع اخترنا لكم فيديو لشقيقين في ألمانيا أثبتا بأن لحوض الاستحمام استخدامات أخرى غير الاستحمام. طبعا نتابع.
مشاهدينا بإمكانكم مشاركتنا بمقاطع فيديو خاصة بكم تصفون فيها جولتكم في أي دولة حول العالم. ما عليكم إلا تصورون مقطع الفيديو مدته دقيقة مع ذكر اسم البرنامج وتصوير البلد اللي أنتم متواجدين فيها حول العالم، وشاركونا بأهم وأغرب المعالم والأماكن اللي زرتوها وإرسالها على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. بنختم جولتنا بالتعرف على أهم الأحداث العالمية التي حدثت في مثل هذا الأسبوع. في 21 يناير عام 1905 ذكرى ميلاد كريستيان ديور الذي كان من أكثر مصممي الأزياء الفرنسيين تأثيراً في العالم، عرف بأنه مؤسس أحد أهم بيوت الأزياء في العالم وهي شركة كريستيان ديور. ولد في باس نورماندي بفرنسا وتوفي في إيطاليا. في 24 يناير عام 1891 تم افتتاح حديقة حيوان الجيزة وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط وأول وأعرق حدائق الحيوانات في إفريقيا. كانت تسمى جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا. يوجد في الحديقة قرابة 6000 حيوان من بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية. في 26 يناير عام 1952 ذكرى حريق القاهرة وهو حريق كبير اندلع في عدة منشآت في مدينة القاهرة، ففي خلال ساعات قلائل التهمت النيران نحو 700 محل وسينما وفندق ومكتب ونادل في شوارع وميادين وسط المدينة، وأسفرت عن مقتل 26 شخص وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 552 شخص. أما في 26 من يناير من كل عام هو عيد رأس السنة الكورية أي أول يوم في السنة القمرية السيولال في التقويم الكوري، وهو من أهم الأعياد التقليدية في كوريا والذي يكون في الفترة ما بين أواخر شهر يناير وأوائل شهر فبراير. بهذا نكون وصلنا وإياكم لمحطتنا الأخيرة هذا الأسبوع. ألقاكم الأسبوع القادم جولة جديدة حول العالم. إلى اللقاء.